السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معانا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. موضوع حلقتنا النهاردة عن متابعة الكوكتيل، وهنشوف الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت، هنشوف إيه اللي باظ وإيه اللي فائس وإيه اللي تحفيزه غليل، علشان نعرف الدنيا فيها إيه ونتعلم من كل مرحلة نعمل فيها إيه. يلا نبدأ، يلا بينا. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. افتح كده عشان هما الاثنين قاعدين جوه العش، شوفوا الدنيا فيها ايه. هما دول كانوا بايضين اخر مرة شفناهم، كانوا بايضين بيضة. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين هما كانوا قاعدين الذكر والنتاية ومتقاسمين البيض مع بعض. يعني الذكر اهو المصبع ده قاعد على البيض، ده واخد جزء من البيض وقاعد عليه قريب من الباب، والنتاية قاعدة جوه اهي مية مية بمزاجها العالي، واخدة لها برضو شوية بيض وقاعدة تحتيهم. كوكتيل ما شاء الله، لما يكون متوافق بتلاقي الذكر والنتاية بيقسموا البيض مع بعض. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. طبعا زي ما حضراتكم عارفين دي النتاية اللي احنا كنا شايفينها قبل كده بتعمل حركات وهي قاعدة في أرضية القفص كأنها راقدة في العش، وقلنا ان الحركه دي ما بتعملهاش النتايه غير لما يكون تحتها بيض او تحتها حاجه خايفه عليها. ادي احنا دلوقتي دخلنا جوه العش عندها ونشوفها راقده ازاي على البيض، ونشوف الذكر كمان راقد معاها. بسم الله ما شاء الله، بس هي شكلها كده احن من الذكر عشان عاطشه الذكر بيضه واحده. دايما الام حنينه، دايما الام هي اللي شايله التربيه ومهتميه اكتر بالبيض او بالصغار. سبحان الله، خلقه فابدع، سبحان الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هي بيضة كده تقريبا، دول ثلاث بيضات. بسم الله ما شاء الله، بيضة عطيها للذكر يرقد عليها، وتقول له اقعد بقى عليها انت بقى، كفاية كده او عليك. تحضن البيضة وتخلي بالك من القفص، وهي قاعدة على باقي البيض سواء بيضتين او ثلاثة تقريبا، مش عارف، هي لسه ما عملتش من على البيض وهي مهتمية بالباقي. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. طبعا لما يطلع الذكر ياكل ولا حاجة، هي بتاخد البيضة بتاعت الذكر وتحطها تحتيها، ولما تطلع النتاية برضو الذكر بيلم البيض كله وبيقعد عليه وبيبدلوا مع بعض عملية الرقاد على البيض. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ده التوافق بين الزوجين. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. طبعا عشان ما نزعجهمش، هما دلوقتي خايفين من فلاش الكاميرا، نبعد بقى خلاص كده عنهم زي ما اطمنا عليهم كده، نشوف الدنيا فيها ايه، نسيبهم زي ما هم. طب ايه المطلوب مننا في المرحله دي؟ مفيش اي حاجه، المطلوب ان احنا بس ايه، ما نفتحش عليهم كتير. انا بس بفتح عليهم وقت التصوير بس عشان اطمن بس واشوف ايه، واعلم حضراتكم برضك عشان ده واجب عليا من ساعه فتحت القناه، ان لازم اعلم حضراتكم كل حاجه اكن الطيور عندكم انتوا بالظبط. تمام، وبس هنقفل عليهم بقى مش هنعمل لهم اي حاجه، وهنهتم بس بالمرحله دي بالتشكيل في الاكل. زي ما حضراتكم شايفين كده، ديت الفلارس وده بلكم على فلارس. تمام، ويومين في الاسبوع اللب. تمام، طبعا الفيتامينات بنحطها في الميه مفيش اي مشكله. طبعا الفتره بتاعه الغزل احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، الفتره بتاعه الغزل اتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا فتره الغزل كنا بنحط هي سيلينيوم عشان نضمن على الله ان البيض يكون مخصب ما يكونش فيه اي مشاكل. تمام، الحمد لله عدينا المرحله دي وحطينا الهي سيلينيوم. طريقه اعطاء الهي سيلينيوم، الجرعه بتاعته نقطتين على المزقه لمده 4 ايام، وبنريح يومين وبندي 4 ايام تاني هي سيلينيوم. يبقى كده الاجمالي 10 ايام في مرحله الغزل. دي حلوه قوي قوي ان الذكر يلقح النتايه ويكون استفاد من الهي سيلينيوم بتاعنا. تمام، طب الفتره اللي هي دلوقتي باضت، بسم الله ما شاء الله، ممكن تكون لسه ما خلصتش بيض، هي تحتيها ثلاثه بس، والكوكتيل بيزيد من ثلاثه لحد سبعه وثمانيه وتسعه كمان على حسب صحه النتايه، بس هي دلوقتي باضت ثلاثه ولسه قاعدين، ففي معتقد ان هم ان شاء الله قدامهم كمان بيضتين تاني زي الفل، مفيش اي مشكله. وابدا احط دلوقتي في الميه باقي الفيتامينات بتاعتنا، اللي هي جروفيت والالف د 3 هي والاملاح المعدنيه. دي حاجه ضروريه جدا جدا عشان احافظ على صحتهم، عشان ان شاء الله لما ربنا يرزقنا بالفروخ يقدروا يزقوها كويس. تمام، يلا بينا نروح نشوف الجزء الثاني اللي هو الحبشي، اللي هو كان بايض من فتره واكيد هو دلوقتي فقس ان شاء الله خيرا. هو غالبا فقس، احنا قبل كده نزلنا فيديو وكان فقس بيضه واحده تقريبا، او مش عارف ما نزلناهوش، يعني هنشوف الدنيا مع بعض ايه. يلا بينا نشوف الكوكتيل اللي هو الحبشي، النتايه اللي هي كانت جايه لها حاله تشنج ساعه ما كنا فتحنا وشفناها وهي قاعده على البيض، وما شاء الله كان تحتيها 6 بيضات. هنشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هنفتح القفص، هنفتح البياضه بتاعتها. بسم الله ما شاء الله، وربنا ييسر لنا الحال ونشوف الدنيا فيها. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك.
بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. بسم الله ما شاء الله. هي غالبا هي كده فاقسة عشان شايف قشر بيض اهو. بسم الله ما شاء الله. بس طبعا محضرنا بيض جامد، المثال دي حنينة جدا زي ما حضرتك شايفين، في قشر بيض اهو اهو، عامل له جزوم عليه، ادي قشر بيضة. بس هما الجزء ده مش نظيف، بيعمل حمام جوه البياضة. النتاية بقى ايه قاعدة اهي، عايز اوعي اوعي يا انسة اللي مش نظيفة، اوعي اوعي يا مدام. يلا يا مدام عايزين نبص كده بصة، معلش اوعي يجيلك حالة العفرطة تاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. بسم الله ما شاء الله، شايفين هاي ادي كده الزغلول اهو تحتيها اهو، هي تقريبا تحتيها اتنين. بسم الله ما شاء الله، تحتيها اتنين، هي واخده الزغلولين تحتيها وبتخلي الذكر ياخد البيض، وبرده بتقسم مع الذكر البيض. بسم الله ما شاء الله، بتدي الذكر البيض يرد عليه، وهي قاعده على الفروخ اهي، ادي اتنين اهو. بسم الله ما شاء الله، شفتهم؟ شفت الاتنين الفروخ اهو، تحتها فرخين بس انتهى دي حنينه، وانا مش عايز اضغط عليها اكتر من كده، كفايه قوي احنا اطمنا عليها. بس هي دلوقتي حنينه جدا ومحضنه البيض، باين عليها مش قادره تسيب عيالها من كتر الحنيه ان هي تطلع تعمل حمام بره وتخش، سبحان الله. المهم مش هنعرف نتصرف فيها دلوقتي، خليها زي ما هي كده، مش هنعمل اي حاجه عشان خاطر ما تخافش، لان احنا قبل كده شفناها وكانت عامله حاله تشنج، واحنا وهي كانت راقده على البيض لما شفناها وهي خافت من الفلاش، فاحنا مش عايزين نضغط عليها اكتر من كده، كفايه قوي كفايه. احنا اتاكدنا ان هي الحمد لله بدات تفقس وتحتها زغلولين دلوقتي فرخين، وان شاء الله ربنا يدينا خيرهم ان شاء الله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. نقفل بقى على كده. طيب في بعض حبايبنا كان بيسالوني لما يكون الكوكتيل تحتيه فروخ نعمل ازاي، عشان نعمل ايه عشان خاطر في ناس كتير اشتكت ان الفروخ بتموت بتاعت الكوكتيل بعد ما بتطلع من البيضه بيومين ثلاثه. اولا ادي ده جروب تتعامل بيها مع الطيور بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، انتوا دلوقتي حاطين شايف حضرتك شايفين ايه ده؟ فيلاريس اهو، تمام اهو، ده فيلاريس. واللب بحطهم يومين في اليوم في الاسبوع، يومين ثلاثه كتير قوي في الاسبوع لما يكون تحتهم فروخ. طيب بساعد مع ايه بقى عن الفيلاريس ده؟ بساعد بجيب البيض بالبقسماط اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، بس انا ما بحطش بقسماط، انا بحط الخلطه بتاعه التاكيل اليدوي اللي هي الميكس بتاع التاكيل اليدوي. وان شاء الله باذن الله انا كل ما افتكر اجي اعمل الفيديو ده انسى خالص الفيديو اللي هعمل لكم فيديو عن التاكيل اليدوي اللي احنا بنحطه على البيض لما نيجي نقطعه، وبنحطه دعم للاهالي لما يكون تحتها فروخ سواء كوكتيل او عصافير، مع الفيتامينات المستورده اللي احنا بنحطها في الميه. في ناس كتير قوي عندها مشكله وعندها اختلاط بازاي ان احنا البيض نحط عليه صفار او ما نحطش عليه صفار. احنا قلنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وقلنا الصفار بتاع البيض عايز تحطه حطه، وشوف العصافير بتاعتك سواء كوكتيل او بادجي هيقبلها ولا مش هيقبلها. قبلها خير وبركه، ما قبلهاش ولقيته هو الوحيد اللي بيسيب الصفار فتفيت الصفار في الاكاله، يبقى ما نحطلوش صفار من اولها كده، ونخليها بياض بس ونكسره كويس ونحط عليه الميكس بتاع التاكيل، او نحط عليه البقسماط المطحون. وطبعا عشان حبايبنا العرب ما يعرفوش يعني ايه بقسماط، البقسماط دوت يعني خبز معمول بطريقه نواشف كده، بنجيبها من الفرن بتاعه الفينو والقرص والفطير والحاجات دي، اكيد هي بتصنع عندكم بس انتوا ليها اسم تاني غير عندنا هنا. بس هي عامه هي نواشف، مخبوزات نواشف، وبناكلها مع اللبن مع الشاي، يعني حاجات كده يعني تعتبر اكل خفيف، تمام. ومعرفش اسمها ايه طبعا عند حبيبنا المغاربه او الجزائر او السعوديه، كل بلد ليها مسمياتها، بس انا وصف ليها ان هي من ضمن المخبوزات تتحط تحت بند النواشف اللي هي التسليه، بتتاكل على الفطار كده مع الشاي باللبن مع اللبن مع الشاي، يعني الدنيا فيها ايه خير. الله اعلم اسمها ايه، بس يا رب تكون الشرح بتاعي قدر يوصلها لكم، ويا ريت اللي سمع الفيديو ده وقدر يوصل لها اسمها ايه يا ريت يكتب لنا في الكومنتات في التعليقات، عشان برضك نعرف وننقل ثقافه بلدان مع بعضينا، عشان احنا كلنا اخوة ولازم نفهم ثقافة بعض او لغات بعض او اسماء المأكولات المعروفة دي بين كل دولة واخرى، تمام. بالنسبة للحاجات اللي تحتها فروخ سواء بادجي او كوكتيل، في ناس بيختلط على الامر بيقولوا ما احنا ما ينفعش نحط ادوية طول ما تحتيها فروخ. لا يا فندم، ينفع
انا عن نفسي عن تجربتي بحط الجروف فيت مفيش اي مشكله، وبحط الالف دال 3 هي، وبحط الاملاح المعدنيه، بس ما بحطش الهي سيلينيوم. الهي سيلينيوم ده خاص بالتخصيب وخاص بتنشيط الذكر وخاص عشان خاطر البيض ما يخصبش. بما ان في فروخ فما ينفعش ادي هي سيلينيوم، انا بكتفي بالثلاث حاجات التانيين اللي هو الجروف فيت والف دال 3 هي والاملاح المعدنيه اللي هي نيوفوس ايوني، وبحطهم بانتظام الجرعات بتاعتهم 4 ايام وبريح يومين، وبحط النوع الثاني 4 ايام برضه وبريح يومين، وبحط النوع الثالث وبعد كده بريح طول ايام الشهر مع الاكل كويس اللي احنا اتكلمنا عليه، يومين ثلاثه لب في الاسبوع مع الفلاريس والبلكم موجودين دول على طول ما بتقطعوش من القفص، زائد السيبيا زي ما حضراتكم شايفين اهي، ادي السيبيا اهي. السيبيا طبعا سبحان الله الكوكتيل او العصافير بتحب تاكلها وهي تحتها فروخ وبتنقلها لفروخها، سبحان الله يعني حاجه مفيده جدا جدا. دي برضك ما بتتقطعش من القفص. الحاجه كمان زي ما احنا بناكل زي ما احنا زي ما قلت لكم، ممكن ادعم مثلا بعودين برسيم مفيش اي مشكله طول ما في زغاليل. الزغاليل بتكبر وبتاخد النضج بتاعها زي الفل، ولما جربت الميكس مطرح البقسماط لقيت نتيجه احسن من البقسماط كمان. تمام، وان شاء الله اعمل لكم حلقه عن الميكس اسمه ايه وبيتباع فين وسعره كام، وان شاء الله هحاول اوفره عندي في المحل لاي حد من حبايبنا ياخد. تمام، وعشان خاطر الوقت الفيديو ما يطولش على حضراتكم، اني احبكم جميعا في الله، ويا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. واهم والله وانا بعمل الفيديو اي فيديو بخش اعمله بيبقى هم الشاغل ازاي اقدر اوصل لك معلومه وانا بقدم ليك المحتوى، سواء فرجه سواء فتح عشوش سواء الكلام على الاكل، اهم حاجه اوصل لك معلومه تفيد حضرتك في تربيه طيورك. تحياتي ليكم وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.